تهب علينا النسمة الكافية، كيف المسرح، كيف الموسيقى، كيف الميكلة اللي بدنا برشا حاضرة معنا في تظاهرة ليلي الجهاد ووعدتنا بسهرية حلوة برشا. نشاط ليالي الجهاد مشروع ممتاز جدا، ولانه مدينه الثقافه كان المأمول باستمرار انها لا تكون مدينه في تونس فقط مركزيه، ينبغي ان تنفتح على الجهاد، وهذا محصول يعني بطريقه مبكره جدا. شفنا الانشطه اللي احتضنتها مدينه الثقافه الى حد الان كالبدايه واعده، باعتبار انه الكاف منجم خصب وخزان للتعبيرات الثقافية في الموسيقى، في المسرح، في الكتابة، في الحياة، في الفنون. الكاف طبعا هي هذا الرصيد الثري اللي قدم، وانا توا واقف ورايا العناوين اللي انشؤوها ابناء الكاف، كما ايضا ورايا هنا عناوين مسرحية، ونعرف جيدا تجربة الكاف واسهام الكاف في المسرح التونسي. عندي تقريبا 15 سنة اللي تعلمت الصنعة هذه، ونجم نقولوا اللي نحن طورناها شوية لخاطر كانت مربوطة بالكانون، بالطاجين، بالطابونة، معناها ما خرجتش من هنا. عبد المنعم اليحيوي من ولاية الكاف، نعمل تلاوة وتزويق على جميع المحامل، السيراميك، الخشب، ونخدم الرسم الزيتي. كل شوف قلبي تدخل الدقات، لا تعرف لسكت لا مازالت ساعاته، ويبقى عمري ضايع، ويبقى عمري ضايع في آخر أياماته، يمشي بالخطوة بالخطوة خايف من عثراته، لا فاهم شوارع ولا نهجاته، هايم مبهوت، هايم مبهوت في زين مولاته. أستاذي عبير رئيس جمعية أحرير الكاف، جمعية أحرير الكاف تأسست في أوت 2017، جمعية ثقافية نسائية. الأنشطة متاعنا تتمحور حول تراث الجهة والتعريف به. سهرية الكيف العالية وفيت مع السحور، وإحنا نفكروكم اللي موعدنا الجاي نهار السبت 9 جوان مع ولاية قروان، وما تنساوش زادة تتبعونا على الموقع الرسمي على الباش فيسبوك، الانستغرام والشين يوتيوب.